السلام عليكم. زي ما تشوف اليوم جلكم مقطع جديد، زي ما تشوفوا حنا في المطار، عشان اليوم راح نسافر من مطار عمان الى مطار الرياض عشان نقابل اعضاء باور. ما في ولا احد من اهلي يعرف انه في المطار انا، فعندنا سفره سريعه خفيفه. وين رايحين؟ والله اليوم صحيت الصباح كلموني باور، قالوا لي ريان نبغاك تيجي عندنا اليوم الاثنين، فانا جاي باور. فلا تنسوا لكم الاشتراك، ان شاء الله فلوق خرافي. بنروح نشوف الشباب باور والقصر. شكركم لكم على الدعم الخرافي، يعطيكم ألف عافية على هذه الأرقام، وأنا عارف إني مقصر بس بإذن الله راح أعوضكم. نسوي لي فولو باليوتيوب وفي الإنستغرام. طيب الشباب قبل ما نطلع خليني أسألكم، واحد يشتغل مع فلاي ناس اللي حاب يطلع مع فلاي ناس أو يشتغل معاهم؟ هذا مو إعلان ولا شيء، ما دام قلبت على أمتع. أنا قبل شوي لما جيت أدخل المطار تمام صادروا مني ثلاث أشياء، قال لأنه الوزن لأنه فوق 100 ملي. هل هو انت لازم اي مطار هل لما بدك تفوت بيكون في عندك تعليمات انه اكثر من 100 مل مش مثلا؟ وانا ما قلت لكم انه راح علي شامبو ومزيل عرق، وكنت جايب الطين حقه البحر الميت كله متصادره. والله مع اني جبته من الرياض بس حصل خير. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا لك. هلا. طيب يا شباب راح الطياره. لازم مو تبغوا اوثق لكم كل شيء؟ اوكي. كذا ما في اضاءه؟ كذا في اضاءه، كذا في اضاءه، كذا في اضاءه. أنا شباب هذه الطيارة. شباب معانا من فلاي ناس، كيف حالك؟ يا أهلا يا أهلا. وين رايحين اليوم؟ اليوم على الرياض، اليوم على الرياض، ما بعرف بكرة وين رايح. والله بالرياض. يلا بالتوفيق يا حبيبي. طيب يا شباب زي ما تعرفوا حنا في مرة السعادة، هذا أي مكان تروح فيه. والله خرافي. طيب ركض طلعنا من الطيارة. طيارة ما في أحد. شكرا فلاي ناس عشان طلعتوني طيارة خاصة. المقطع الجاي كل يوتيوبر واحد مشترك القناة راح نطلعه. وزي ما تعرفوا كل طيارة نركبها ناخذ 3 مقاعد مجانية، فاللي ما يعرف لازم تتابع المقطع اللي قبل عشان تعرف كيف تاخذ أي مقاعد مجانية في أي طيارة. والحين تقرأ الطيارة ونشوفكم في الرياض. طبعا يا شباب ايش قاعدين نسوينا في الطيارة؟ راح نحلق عادي بس ما احتاج في الطياره، اول مره بحياتي. خوش اهلي. اوكي بيكون خلصنا الحلاق يا شباب. تقييمكم كيف؟ شكرا. هذا لازم تطلع ترند، اول شخص يحلق في العالم طياره. والله يعني على حلقة الطيارة حلو. طبعا هذه كانت المراية هنا وهنا هذا، فكذا تمام. واتوقع الحين احنا جاهزين عشان نروح نقابل باور، فيلا الى قصر باور. لما رحنا قصر باور رحت عند ام بي سي، كان عندي كم شغل معاهم وصورت لكم الكواليس. اهلا كيف حالكم؟ رجعنا لكم يوم ثاني. اتوقع كلكم تسالوا احنا وين؟ اذكار يا شباب احنا عند ام بي سي اليوم. متصلت جواب لازم اكون هنا هاي كلاس. فعندنا هذه احنا صناع السعاده وحركات، بكون عندي تمثيل فدعواتكم. هنا الام بي سي اكاديمي، فاليوم راح نمثل وبيطلع على شاهد، بتشوفوه شاهد بينزل على شاهد بس ما ادري متى، بتشوفونا بالتلفزيون ان شاء الله. ان شاء الله يعجبكم وبيكون رهيب الصراحه، تجربه جديده. نبغى نصير ممثلين، وهذه حق الهيئه العامه للترفيه، فهم اللي مغطين الاماكن والاشياء. احنا في فندق فيب ندخل جوا بناكل وممنوع نصور جوا، ناكل وبتشوفوا اشياء، بنزل لكم مقاطع اشياء هنا. فيلا زي ما تشوفوا هذا قصر باور وراي. دخلنا ما قدرت اصور لكم ولا شيء شباب، اشياء حصريه والله ممنوع اقول، بس بتشوفوا كل شيء بالمقاطع الجايه. تسوي اشتراك عشان بتلحقوا على اشياء مره خرافيه. وشكرا باور على الاستضافه،